السلام عليكم ومرحبا بكم معي في وصفة جديدة من وصفات مطبخ محمد. وصفة اليوم إن شاء الله رحينا نحضروا حلوة جديدة اللي هي ظهر السلحفات أو ظهر الفقرون. طريقة تحضير هذه الحلوة جد مميزة، وأيضا النتيجة راح تكون مختلفة على أي نوع كنتوا حضرتوه من قبل. نتمنى فقط الوصفة تاع اليوم راح تنال إعجابكم. أما فيما يخص المقادير، راح نحتاج 350 غرام من الفرينة أو الدقيق الأبيض اللي هي 2 كوب يكونوا معمرين مليح، والكوب الثالث يكون ناقص شوية. عندي أيضا رشة من الملح، حبة بيض، 125 غرام من الزبدة أو المارغرين، عندي علبة من الياغورت الطبيعي اللي هي 100 غرام، 7 غرامات من الفانيلا، 2 غرام من الخميرة الكيميائية، وراح نحتاج أيضا ملون غذائي. نجوز الآن نشوفوا طريقة التحضير. راح نبدأ على بركة الله في طريقة التحضير، وكما تعودنا دائما نغربل المواد الجافة الأول. هنا عندي 2 كوب، لاحظوا الكمية اللي تكون عندنا في الكوب الثالث. نضيف أيضا الفانيلا، ونضيف معها الخميرة الكيميائية اللي هي 2 غرام مع رشة من الملح، وراح نعمل حفرة في الوسط، ونضيف أيضا الكمية تاع الزبدة أو المارغرين. بالنسبة للكمية تاع الزبدة أو المارغرين عندنا حوالي 2 ملاعق يكونوا معمرين مليح، وراح نبدأ نرمل في الخليط. لاحظوا القوام اللي لازم تتحصلوا عليه، يعني الزبدة تحكم، ترملوها مليح مع الفرينة. راح نضيف أيضا الياغورت الطبيعي اللي هو علبة، وراح نضيف أيضا بياض البيض مع كمية من الماء اللي يكون دافي. لاحظوا القوام تاع العجين اللي لازم تتحصلوا عليه، يعني العجين تاعنا يكون متماسك ما يكونش طري بزاف. الآن راح نقسم هذه الكمية إلى 3 قطع هكذا. راح نعاود نرفع هذو الجزئين نحطهم مع بعض، ونعاود نحطهم في كيس بلاستيكي، وراح نخليهم جانبا. والجزء الثالث راح ندير معاه كمية من الملون. اللي ما يحبش يستعمل الملون تقدروا تستعملوا كمية من الكاكاو هكذا، وراح ندخلها كامل مع العجين. هذا القدر هكذا راه كافي. الآن راح نعاود نحطها في كيس بلاستيكي، وراح نخلي العجين تاعنا كامل يرتاح حوالي نصف ساعة. في الوقت اللي هيرتاح فيه العجين تاعنا راح نبدا نحضر في الحشو. بالنسبه للحشو راح نحتاج كاس ونص من الكاوكاو او الفول السوداني اللي هو 150 غرام، يكون محمص لكن تحمصوه صفر، يعني ما تخلوش يتحمر بزاف. راح نضيف عليهم الكميه تاع السكر اللي هي 75 غرام، يعني لاحظوا الكميه شحال عندنا في الكوب. بالنسبه للكميه تاع السكر كما تعودنا دائما لازم نعاود نطحنها. هنا راني طحنت السكر، يعني كي نطحنوا السكر راح يساعدنا باه يذوب بسرعة في الحشو. راح نخلطهم مع بعض. راح نضيف أيضا قشور ليمون، حوالي نصف حبة من قشور الليمون مع قطرات من عطر اللوز المر، ونضيف لهم أيضا صفار بيض. وراح نبدأ نطم في الحشو باستعمال المزهر، نديروا كمية خفيفة في الأول. غير نطمنا الحشو راح نبدأ نعجن فيه حوالي دقيقتين أو ثلاثة، وراح نعاود نغلف على الحشو وراح نخلوه جانبا. هنا العجينة تاعنا راهي ارتاحت، وراح ناخذ كمية من العجين، نعملو رشة من الفرينة، وراح نبدا نفتح في العجين، نزيد نعملو رشة خفيفة تاع فرينة في الأعلى، ونطوي العجين على ثلاثة هكذا، نزيد أيضا نطويها المرة الثانية على ثلاثة، وراح نحطها جانبا. نفس الطريقة أيضا راح ناخذ كمية من العجين الملون، يعني قلت لكم اللي ما يحبش يستعمل الملون تقدروا تستعملوا الكاكاو. نعاود نطوي العجينة على ثلاثة، ونعاود أيضا نفتحها، نزيد نطويها للمرة الثانية، وراح نحطها جانبا. نعاود نرجعوا للعجينة الأولى، وراح نكمل نفتح العجين تاعي في آلة العجين. انتم تقدروا تكملوا تفتحوها فقط بالحلال، لأنه العجين تاعنا ما راحش نديرو رقيق بزاف، راح نفتحها في رقم واحد ثم رقم اثنين، وآخر رقم نستعمله ورقم ثلاثة، يعني العجين تاعنا راح يكون شوية خشين ما يكونش رقيق بزاف. يعني لاحظوا معنا السمك تاع العجين اللي لازم تحصلوا عليه، يعني العجين تاعكم ما يكونش رقيق بزاف وايضا ما يكونش خشين. وبنفس الطريقه راح نعاود نفتح العجين تاعنا في آلة العجين، لكن هذه المره راح نفتحه في رقم واحد ثم رقم اثنين، واخر رقم راح نستعمله هو رقم أربعة. نحط الان العجين تاعنا اللي باللون الابيض، وراح نعمل له مسحه من الماء في الاعلى، لازم تمسحوه مليح في الاعلى هكذا. من بعد بنفس الطريقه نحكم العجينه اللي فيها الملون، وراح نحطها مباشرة في الآلة.
يعني حاولوا انكم تزيدوا ترقوا شويه العجين في يدكم. وراح ننزع الان الاطراف. نعاود بنفس الطريقه نعمل مسحه من الماء هكذا. وراح نبدا ندور في العجين تاعنا ونبدا من هذه الناحيه، يعني راني ندور ونزير في العجين ايضا. بالنسبه للعرض تاع العجين هذا اللي استعملته فيه 14 سنتيمتر والطول راني استعملت 60 سنتيمتر. نعاود نولي لهذه النقطه ونبدا ندور. هكذا يعني هذا الشويه تاع الزائد ننزعوه. نعاود ايضا بهذه الطريقه ندوروه مرتين ولا ثلاثه فقط باه يلصق مليح. هنا بعد ما جهزنا الحلبوش تاعنا بهذا الشكل، الان احنا نقسموه الى قطعتين في الاول، يعني الطول تاعو راح حوالي 68 سنتيمتر، يعني طول القطعه راح يكون حوالي 34 سنتيمتر، وراح نقسمه على اثنين. نعاود ايضا بنفس الطريقه نقسم هذه القطعه الى اثنين، يعني هكذا راهم عندنا اربع قطع. نزيد نعاود نقسمه بنفس الطريقه الى اثنين هكذا. يعني لاحظوا معنا العجين كيف هيكون الداخل. الان واش راح نعمل؟ راح نحكم كميه من الماء ونعاود نمسح كامل على الحلوه تاعنا هكذا. يعني راح نحتاجنا حوالي سبعة قطع، من بعد نشوفوا اذا احتاجنا القطعه الثامنه راح نستعملوها، لكن الان راح نستعمل فقط سبعة قطع. لازم نعاود نمسحهم كامل بالماء. دائما لازم نتاكدوا انه المنطقه اللي قفلنا فيها العجين راهي في الاسفل. من بعد راح نحكم القطعه السابعه راح نحطها لهنا بهذا الشكل، وراح نبدا ندوروا في العجين تاعنا هكذا بهذا الشكل. نعاودوا نوقفوا الحلبوش تاعنا بهذا الشكل ونبدا نزير فيه. يعني الان كي تبداو تضغطوا ما تخافوش، تضغطوا عادي على العجين باه يتماسك. نعاود نحكم قطعه من العجين نحطوها لداخل هكذا، نديروا ايضا مسحه خفيفه فقط من الماء، يعني باه نتاكدوا فقط ان العجين تاعنا حيلصق، وراح نقفل عليه. هكذا ونتخلص من الزائد تاع العجين. نعملوا رشه فقط تاع فارينه ونبدا نفتح فيه بهذا الشكل، لكن احنا نفتحوه شويه فقط ماشي بزاف. هكذا نعاود نرفع العجين تاعنا وراح نحطوه في كيس بلاستيكي، وراح ندخل العجين المجمد ونخلوها حوالي نصف ساعه. هنا راني خرجت العجين تاعنا من المجمد، لاحظوا القوام تاعو كيف يكون متماسك. الان احنا نحكم سكين وراح نبدا نقسم فيه، يعني المرحلة القادمة اللي حين نخدموها راح تكون أسهل مرحلة. نبداو بسم الله نقسمو فيه، لكن راح نعملوه رقيق ما راحش نعملوه خشين. لاحظوا معنا العجين شحال يكون رقيق، ولاحظوا أيضا الشكل تاعو كيف يكون الداخل. راح نحطوها جانبا هكذا. نعاود نرجع لأول وحدة اللي كنا حضرناها في الأول، نعمل رشة خفيفة فقط من الفريق، وراح نعطيها في الاول الشكل الدائري، يعني فقط بهذه المناطق نبدا ندور في العجين ونعاود نفتح العجين شويه فقط، يعني ما راحش نفتحوه بزاف هكذا. هذا القدر هكذا راه كافي. نعاود ايضا بنفس الطريقه ندورها شويه فقط. لاحظوا ما شاء الله الشكل تاعها كيف هيكون. هنا العجين اللي بقى لي باللون الابيض راني زدت فتحته في رقم 4، يعني لاحظوا العجين تاعكم كيف هيكون خشين. الان احنا نحكم قالب او طابع اللي يكون القطر تاعو 6 سنتيمتر، يعني ما حش نخدم الان بهذه الجهه، راح نخدم بهذه الجهه، يعني فقط نديروا لاطراس في العجين هكذا بهذا الشكل. من بعد نحكم كميه من بياض البيض ونعاود نمسح عليهم فقط هكذا، يعني كميه خفيفه فقط من بياض البيض. وراح نحكم الحشو تاعنا اللي يكون وزنته 20 غرام، وراح نفتحوه بهذا الشكل
ونحطه مباشرة في الوسط هكذا. نعاود الآن نحكم العجين تاعنا ونحطه هكذا في الآلة ونهبطوا الأطراف. نزيد واحدة ثانية بنفس الطريقة. يعني كما راكم تلاحظوا الطريقة تاع العمل تاعو إن شاء الله راح تكون سهلة ماهيش صعيبة. بعد ما نكملوا نجهزوا الحلوة تاعنا كامل بهذا الشكل، نعاودوا نحكموا الطابع ولا القالب تاعنا وبنفس هذه الناحية نعاودوا نضغطوا عليهم بالآلة هكذا. يعني باهي لصقنا العجين مع بياض البيض هكذا. من بعد نعاودوا نقسموا فقط العجين تاعنا. نعاود الآن ننزع الزائد تاع العجين وفي الاخر فقط نعاودوا يعني نضغطوا شويه على العجين باش نتاكد انه العجين راه لاصق. هنا بقتنا اخر مرحله في التزيين، راح نعمل كميه من بياض البيض في الاسفل، يعني نديروا شويه فقط ما نكثروش بزاف. ونعاودوا مباشره نحطوها في اللوز هكذا. الان راح ندخلوا الحلوه تاعنا مباشره للفرن اللي يكون مسخن مسبقا على درجه حراره 170 درجه، راح يديكم الوقت حوالي 20 دقيقه. وراح نبدا مباشره نعسل في الحلوه تاعنا وهي سخونه بالعسيله اللي تكون بيضاء. بالنسبه لهذه العسيله كنا حضرناها في فيديو سابق، راح نخليكم ان شاء الله الرابط في صندوق الوصف وراح يظهر لكم ايضا في الدائره البيضاء على الفيديو. بسم الله. هنا رانا كملنا حضرنا الوصفه تاع نهار اليوم، شوفوا ما شاء الله النتيجه النهائيه اللي رايحين تتحصلوا عليها. يعني كي نبقاو نشوفوا في الحلوى الشكل تاعها ظاهر انه ظهر تاع الفكرون، يعني شوفوا ما شاء الله الشكل تاعها كيفاش يكون. يعني هذه حلوى جديده بطريقه مختلفه على اللي متعودين عليها، نتمنى فقط انها تكون نالت اعجابكم. بقت اخر مرحله ان شاء الله، رايحين نقسموا وحده ورايحين نشوفوا القوام كيفاه يكون. يعني شوفوا معنا الشكل تاعها كيفاه يكون عن قرب. بسم الله، لاحظوا الطراوه اللي تكون فيها ما شاء الله. هذه النتيجة النهائية للوصفة تاع نهار اليوم، نتمنى إن شاء الله أنها تكون نالت إعجابكم، ونتمنى أيضا أنكم تجربوها. وإلى الملتقى في وصفة أخرى إن شاء الله، والسلام عليكم ورحمة الله تعالى وبركاته.